مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء مشمسة ستميز يوم الغد بحول الله كافة التراب الوطني، هذا بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر نحو السواحل الوسطى وكذلك الغربية. ستنشط بعض الزوايا الرملية الضعيفة نحو مناطق أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تقارب 7 درجات بالمناطق الداخلية، 11 إلى 14 نحو السواحل، 7 درجات أيضا جنوبا بكل من الصورة والواحات، 6 درجات بأقصى الجنوب الشرقي، 8 بأضرار و12 من تندوف نحو إنقزام. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تعرف ارتفاع على كافة المناطق الشمالية تفوق المعدل الفصلي، ترتفع نحو المناطق الغربية لتصل إلى 28 درجة بكل من تلمسان، تقريبا نفس المقياس أيضا بوهران، 24 درجة بالعاصمة ببجاية بعنبة كذلك بالجلفة وباتنا، 25 درجة بتيزي وزو وتيارت، نفس المقياس جنوبا بأضرار وتندوف، 22 درجة ببشار، 24 درجة بإليزي وجانات، ترتفع إلى 28 درجة بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى هادئ تماما نحو السواحل الوسطى والشرقية، الرياح ضعيفة على العموم أحيانا معتدلة بالسواحل الغربية. هذا عن داخل الوطن، جولة خطيفة إلى بعض عواصم شمال القارة الأمريكية. مونريال ستشهد سحب عابرة بثلاث درجات، نفس الأجواء بمكسيكو لكن الحرارة هنا سترتفع إلى 20 درجة، وغائمة بفانكوفر 6 درجات، غائمة مرفوقة بهبوب رياح قوية نحو ميامي بعشرين درجة، كذلك غائمة بدالاس 17 درجة، مشمسة على باقي العواصم 7 درجات بنيويورك، وترتفع إلى 22 درجة بكاليفورنيا. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و50 دقيقة، والغروب على 5 مساء و32 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.